عبر الهاتف تنضم لنا السيدة مضاوي الحسون، عضو مجلس إدارة سيدات الأعمال وعضو في مجلس الغرف التجارية السعودية. وسيدة مضاوي مساء الخير، أهلا بك معنا. مبارك لك كسعودية ولكل سعودية هذا القرار الذي وصف بالتاريخي طبعا، والذي يمكن وستتذكره إذن الأجيال فيما بعد. كيف تنظرين إلى القرار كامرأة سعودية بداية؟ القرار الثاني قرار جريء صدر من ملك شجاع، وضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وينم فعلا عن ثقته بالمرأة في وطنه وحقها في عيشة كريمة لا تخضع فيها احتياجاتها اعتمادا على الآخرين. وحيكون له انعكاسات إيجابية على مستوى الأمن الاجتماعي للعوائل السعودية، إضافة إلى أثره الاقتصادي على الأسر السعودية اللي بتنفق ما يزيد عن 25 مليار سنويا رواتب للسائقين الأجانب. وثانيا كمان أنه الأعداد السائقين في المملكة أكثر من مليون، أعتقد 1,300,000 سائق وفق نشرة إحصائية. وفي إحصائية أخرى كمان أن متوسط الأجور للسائقين السنوية تزيد عن 25 مليار 25 ألف هذا لا 25 مليون مليار ريال. نعم، كإحصاء كلي لكل السائقين. السنة ايوه انا بتكلم على مستوى الاسر كلها السعوديه قديش بتصرف. وكمان لازم نلاحظ انه في تكلفه كبيره حتوفر على السعوديين، نفقات كانت بتستنزف دخل الاسره من التاشيره اللي بتقدر تقريبا ب 3 مليار في السنه للاسر، استغراق اقامه للسائق اول مره بتقدر بحوالي 850 مليون. وبعدين يعني سيكون له ابعاد اقتصاديه، ابعاد اقتصاديه واجتماعيه كبيره. سيده مضاوي، بالنظر ايضا الى فرص العمل التي يمكن ان يفتح هذا القرار، بالنظر الى الاجراءات التي ستطبق بعد 9 أشهر من الان في يونيو المقبل عندما سيطبق هذا القرار، الى اي مدى ستوفر فرص عمل ايضا للنساء السعوديات في هذا المجال؟ الحقيقه هذه خطوه حتكون يعني مرحليه، يعني ما اعتقد انها حتحصل في اول المرحله، لكن هي الخطوه الحقيقه سهلت للمراه السعوديه الحركه. يعني وهذا كان كثير مهم ان لا تعوق حركتها المراه اليوم في مجلس الشورى. وبالمناسبه يعني 26 سبتمبر هذا يعتبر يوم للمراه السعوديه، لان 26 سبتمبر سنه 2011 الملك عبد الله الله يرحمه اصدر قرار مجلس الشورى بتعيين المراه في مجلس الشورى. واليوم 26 سبتمبر كمان اصدر الملك سلمان القرار. طيب سيدة مضاوي، أستاذة مضاوي، القرار هذا إلى أي مدى يعطي صورة واضحة عن دور المرأة في رؤية المملكة والعمل على تمكين المرأة باختصار؟ أنا أعتقد أنه بيعكس ثقة الدولة في المرأة السعودية، لأنه على مر القرارات اللي أصدرت بصالح المرأة وتسليمها لمناصب قيادية كبيرة ويعني وإلحاقها مجلس الشورى مجلس البلدي، واثبتت واحدثت فارق في عملها وفي وتفوقت فيه، فهذا اهلها ان موضوع السواقه حق لها مكتسب يعني فعلا لتفوقها، مش فقط نجاحها او مشاركتها، لتفوقها في العمل التي يوكل اليها. وبالتالي لابد من تسهيل حركتها حتى يكون مكتمل. بعدين رؤيه 2030 لن تكتمل الا بهذا الموضوع، لان احنا الوحيدين في العالم. هو مو مهم لكن هو بينقص من قدرتنا، العالم كله بينظر الينا لما كلهم احنا في مجلس الشورى يقول انت بس انت ما بتسوقوا كم يعني، كانه هذا النقص كان العالم كله بيشوفه هو اهم شيء يعني مؤشر لمدى تقدمنا كان بيقع. شكرا لك سيدة مضاوي الحسون، عضو مجلس إدارة سيدات الأعمال وعضو في مجلس الغرف التجارية السعودية، كنت معنا عبر الهاتف من جدة. شكرا جزيلا لك.